شجرة فيها موعظة. ما هي؟ شجرة الزقوم، طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. هذه الشجرة هي الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، هي شجرة العذاب. هذه الشجرة طلعها قبيح جدا، قال الله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم ماذا؟ فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذه الشجرة جعلها الله فتنة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن ما هي؟ شجرة الزقوم. كيف كانت فتنة؟ قال بعض مشركي العرب، أبو جهل لعنه الله: كيف تكون شجرة في النار والنار تأكل الشجر وتحرق الشجر؟ صارت فتنة، كذب بها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، حنظل، مر، علقم، عذاب. والله على كل شيء قدير، جعل لنا من الشجر الأخضر نارا، وإذا رميت إنسانا خلق من تراب بطين يابس متحجر ألا يشج رأسه ويدميه؟ فالله قادر أن يخلق في النار شجرا، وهو الذي خلق الجن من مارج من نار يعذبهم بالنار، والله على كل شيء قدير. نسأل الله أن يقينا شجرة الزقوم، وأن يجعلنا ممن يتفيأ ظلال شجرة طوبى في جنات النعيم. آمين.